السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سامية فرحان. لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس. السلام عليكم، وانا تنصفح اليوتيوب دابا. شفت ان يوسف الزروالي انهم شدوه البوليس وغادي يديروا معاه التحقيق على بعض القضايا اللي او الشكاوي اللي تحطوا ضده، منهم الاب ديال ايه. حقيقة انا ما جاية مع التجيهة، غير بغيت نركز على هاد النقطة ديال هاد الاشياء خاصها تكون مقننة باش ما يتظلمش الانسان اللي باغي يدير الخير، والانسان كذلك اللي تينتفع تكون بطريقة مقننة، وكل واحد يعرف الحقوق دياله وما له وما عليه باش ما يقعوش هاد المشاكل. حيت بعض المرات يمكن بجوجهم يكونوا ما داروا حتى حاجه غلطه، ولكن هناك سوء فهم، سوء نيه، المشاكل تتكبر، واكثرين من تيدخلوا ناس اخرين بنيات مختلفه تيقدروا يكبروا المشاكل. هذه وحده. وكذلك سمعنا اليوم على دنيا باطمه انها حتى هي غتقدر، يعني القضيه ديالها راه غتحمض كما تيقولوا المغاربه، وهادشي كله تيرجع لعدم الناس ما عارفينش يستعملوا الانترنت بطريقه ايجابيه، يستعملوها بطريقه سلبيه. كل واحد وشنو النيه ديالو. ما عاد انا جاني، ما نقولش الناس بعيدين من الله عز وجل، هذا انا تيجيني امر فارغ. زعما كرا هو باينه اغلبيه الناس اللي تيدخلوا في هذه المشاكل كون كان الخوف ديال الله عز وجل راه ما غيوقعوش فيها، حيت كاينين النيات اللي في شي شكل في هذا الموضوع كلهم، وفي هذه القضيات كلهم اللي فيهم هذه النوعيه المشاكل. اللي بغيت نقول هو احنا كمغاربه خاصنا نراجعوا الطريقه اللي تنستعملوا بها الانترنت، الغايه ديالنا، النيه ديالنا، بزاف الحوايج. وبعض المرات هناك الناس اللي يبقاو يبينوا الناس شي حوايج اللي تتخلي بعض الناس يتنازلوا على المبادئ، يتنازلوا على اي حاجه باش يوصلوا حتى هما هذيك البلاصه. فاللي بغيت نقول حنا كمغاربه عندنا كلنا دور كمتتبعين اننا ما نتبعوش واحد الانسان عارفينو حنايا خايب و تيدير خايب وما مزيانش، ولا بان لينا انه فيه الدغن وباقي حنا متبعينو. حيت حنا الناس يقول لك المغاربه يعني من المغاربه تيقول لك المغاربه عزيز لهم الشوها وفضوليين وكذا. نو، حنا الناس خصنا نعرفوا نتحكموا في النفس ديالنا وما نبقاوش متبعين غير الهوى، ولا ما عجبناش شي شخص ما نتفرجوش فيه ونهضروا عليه ونقولوا الناس ما تفرجوش فيه، باش نحاربوا واحد الفكر اللي هو غير صالح، باش ما يوليش عادي في المجتمع ديالنا. فانا نتمنى الصلاح للامه كلها، ونتمنى هادشي يخرج بخير وعلى خير على جميع الاطراف. وحقيقه يوسف الزروالي انا ملي تنشوفو تيعاون الناس، والله اعلم بكل واحد، انا ما نقدرش نحكم على اي جهه لانني ما عنديش شي دلائل، لا على يوسف الزروالي ولا على دنيا باطمه ولا على غيرها. ولكن الاضرار اللي بعض الناس تيقول لك هما وقعوا فيها وداكشي، الا كانت بصح راه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هادشي كثير وخايب، وخاص الانسان يكون الضمير ديالو ميت باش يقوم بهاد الانواع ديال الاستغلال. فاحنا كمغاربه نتمنى الناس يوقفوا على الاستغلال ديال الاخر، هذه اول شيء، ونتمنى الصلاح ويخرج كل شيء بخير وعلى خير ان شاء الله.